طيب السلام عليكم، مساء الخير، وشكرا للجماعة السلفية لإتاحة الفرصة. وفي الحقيقة يعني أنا بشكر الناس ديل لأنهم بجد أنا شخصيا قدموا لي كثير، يعني رغم أنه أنا يعني حتى الآن لم أنتمي لهذه الجماعة يعني، لكن قدموا لي كثير بجد. أنا لما جيت من دارفور كنت جايب لي مجموعة بتاعت أحجبة كده وهنا وبتاع وجايبها هنا، لكن الحمد لله عرفتها انه يعني الموضوع والله ما بنقوله من باب انه يعني خوفا من الجغم والكلام اللي بيقولوه ده، لكن بجد بجد انا شخصيا يعني ما الجماعه السلفيه بس، يعني حتى انصار السنه برضو قدموا لي كثير يعني الحمد لله. والتوحيد ده انا ما كنت اعرفه والله، صح درسونا في 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 سنه ثالثه اشارات كده عنه، لكن الحمد لله الان الواحد يعني كان عمليه ذنب ما بيشرك بالله، كان عملية حاجة ما بشرك بالله والله الكلام ده ما كسرت رجل والحمد لله. والشباب المتابعين في الصفحة بيعرفوا يعني بيعرفوا كلامي ده. الحاجة الثانية أنا ما يعني ما جاي أسأل سؤال، لكن جاي أضيف حاجات بسيطة بس يعني، وأتمنى إنه يعني الشباب ديل في 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 حياتهم الجاية يتناولها بالصورة دي. يعني أي أنا طبعا عندي مشكلة مع العلمانية ما أعرف، لكن إن كده من باب العقيدة كده ما بحبهم والله. كويس ليه؟ أقول لكم حاجة، قاعدين يتهموا الدينيين كلهم، يعني ناس المدينين كلهم ما عندهم فرق بين سلفي وصوفي كلهم عندهم واحد، ناس رجعين قال لك رجعين ومتخلفين. تمام، انا احنا قال والله رجعين ومتخلفين اي حاجه، دخلونا الجامعه داكفلوا فينا انتوا امشوا هناك ديك المعامل وديك البتاعات يا اخواننا، ظبطوا لنا الامور دي، عملوا قمرين صناعيات، عملوا شفتة 65 بجد اجيب 65 صاروخ نووي، خوفوا لنا امريكا دي كلنا نقع المالي نمر من جهه المالي نبقى معاكم زاد، لكن اخواننا ما ممكن يعني انت بتشيل حق الناس تخطوا له هنا وتقول لي دينك الله جاب لك ده انا ما دايره يا اخي. الدين ده اخوانا الدين ده في حياة كثيره سامحه يا اخوانا، ها يعني انت الليله من باب انك انت يعني شوف اقول لك شنو، وانا جاي لكلامهم يعني بتاع انه هم جايين يحلوا مشكله التعدد الديني والاسم في البلد دي، عشان كده دارين علمانيه، لانه الدين ده عين احنا مسلمين ده والله ظلمنا الناس ده كثير في 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 صح، في حاجات حصلت يعني ما المفروض تحصل، حصلت حاجات صاحبت الحكومات دي من الاستغلال، في اقصاء حصل لناس وكده وبتاع وده، يعني كانوا هم جزء اصلا من البلد دي وده حقهم المفروض يثبت ويرجع لهم، لكن طبعا ما زي كلام الزول اللي جابينه ده، عارفين انه مش كده، انا زول طالب ومسكين ما ادري اخش في مشاكل، لكن والله بجد انا ده بتلحق والله بتلحق والله العظيم بتلحق، شفتها بعد شويه بقطعوا لك مصالحك الدراسيه. كويس اهلنا زل عندهم حاجه ثانيه، انا فضل الله ده، انا فضل الله محمد ابراهيم ده، ها أسي ده لو قال لي البلد دي فيها 25% مسيحيين و 50% مسلمين و 25% ديل علمانيين وشيوعيين ولا دينيين والجماعة دي، وأي زول عنده حق في البلد دي دايره، أنا والله ما عندي مشكلة، تعالوا نقعد في الوطن دي ونعمل إيقظ اجتماعي جديد. تمام، نجيب أي ناس نقسم أسي الأوكرانيين ديل اسمه شنو ولا لا البتاعين ديل الصربيين ومعاهم اللي هنا مش كانوا حق ديل 8 شهور وديل 8 شهور 8 شهور، جيب لي شفت المسيحي ده ها مش حق عنده حق في البلد دي زي ما انت بتقول، خليه يحكم 15 يوم يمشي، لكن انت على ما اذا ما تجيني لانك انت بتجي لا دار مسيحيه ولا دار يهوديه ولا دار اسلام، دين الله ده كله ما داير، انت الدين ده كله ما داير معانا، وانا انا انا ما انا ما قاعد اخط الاسلام ما قاعد اخط الاسلام والمسيحيه واليهوديه في مرتب واحد، لانه كله وانت ناس مسلمين يا اخواننا، لو ما مسلمين لو فزوا ما مسلمين انا ما عندي مشكله، لكن انت زول مسلم كويس ها، انا مارك انا والله اقول لك حاجه الزول اللي بيقول لي امرك ده اقول لك حاجه، انا والله شقال اسي زول كده، انا شقال هناك في الهدف في شارع المطار هناك داق للمشرف ماخذ منه اذن عشان الركن ده عشان احضر ها كلام ده ما يبقى. والله جد ما يبقى. اسا شفت انا مارق من هنا وعندي سؤال اخر حاجه يعني حاجه بسيطه يردوا لي فيها، وانا مارق بالناس بشيل عيلتي بهنا ماشي تشوفني الحاجه اللي انا درس لا يعني موضوع العلمانيين ده اخوان الناس تفهمه يا اخوان، العلماني ده شوف اسي شفتها كان انت نزلت له ولا عن كده 15 سنتيمتر من الدين، بكره بقول لك انزل شويه نوان اشيله منك مره واحده، خليك قاعد ساي لا اخلاق لا قيم لا مبادئ لا بتاع ها، ما عنده مشكله انا بس والله انا مفضل ده ها، لو في علماني اسمع، لو في علماني سوداني صنع عليه صاروخ نووي ها صنع عليه صاروخ نووي انا ابقى علماني ثلاثه يوم هاي ده لو صنعوا، ولو ما صنعوا لو ما صنعته تعال اخوانا اقول انا ده وانا ما عندي الماني والله، انا بعرف بس مسلمين وكفر، بعرف مسلمين وكفر، ما في ما في ما في ما في حته في النص اخوانا بين الاسلام والكفر، ولا في حته في النص بين الاسلام والكفر ما في، ما ممكن انت تقول لي يا اخي
انا ما داير دين وتقول انا مسلم بصلي بصلي كيف؟ ها دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اخواننا كلام ده يا اخواننا في الجماعه السلفيه انا بشوف هسي انا فضل ده بشوف انا ولو كونت علي والله كونت علي صوفي ولا اخو مسلم ولا بتاع ده انا بشوفه اسهل من انه علي علماني يعني لان العلماني ده اصلا بكون ركب مكان شنو يعني انا ما داير دين والدين ده ما نافع ولا يصلح طبعا انتوا عارفين الجماعه لا يصلح ذلك ان شاء الله تتناولهم بعد شويه ها ولا ما عارفينه عارفينه مش كده الاسلام برسالته الاولى ما عارفينه لا يصلح في القرن العشرين يلا شنو العلماني ده انا فضل الله بالنسبه لي عشان كده يا شيخ 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 مزمل يعني انا حضرت للشيخ مزمل والله بجد حضرت للشيخ مزمل ده مقطع بيقوم شنو يعني زمن الهجمه اسمع هاي يلا شنو يلا انا بشوف شنو هم الناس ده شنو اذا في زول صوفي اذا في زول اخو مسلم ده يعني لا 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 استخدموا معه 40 دليل الصواريخ دي والدول العلمانيين والشيوعيين والجماعه دي ده الكلام اللي اقول يعني الخطاب للصوفيه والجماعه دي يكون شنو في نوع كده من الاستقطاب عشان الناس دي احتمال تتخلى عن الحياه دي انا ما ادري اقول الناس ابو سلفيين اخوانا عشان ما تقولوا زود السلفي وكده ما تقول الناس ابو سلفيين انا الحمد لله مسلم والحمد لله يعني فانا بس داير اضيف انه شنو اذا مثلا عند زول صوفي اذا عند زول صوفي كويس الجماعه الالمانيين دول كلهم شدوا حياتهم دي اتجاهه كده انا اذا عندي معه مشكله ما بقيف معهم بقيف معه لحد شنو لحد ما العلمانيين دول والشيخ يبقى ما في بعد ذاك وانا اخوانا بس انا ماشي عشان انا ما حضر لانه زول ده يمكن دق لي 60,000 لكن ده كلامي ده اقوله ولسه العلمانيين اخوانا عملوا لكم صاروخ نووي وانا بقى علماني 3 يوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإخوة الطلاب الأفاضل الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ جزاه الله خير يتكلم كلام طيب في الجملة ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء لكن في نقاط لابد نعلق عليها هو طرق وفتح لنا الباب نحن عشان نعلق عليها اللي هو مسألة إنه العلمانيين بتاعنا البلد دي ما اخترعوا حاجة ولا صنعوا حاجة ولا قدموا حاجة ولا هيقدموا حاجة مفيدة كده خلي مسلمين ولا ما مسلمين نناقش العلمانيين بعقولهم هم ذاتهم وبكلامهم اللي بيقولوا ما قدموا العلمانيين للبلد دي حاجة مفيدة لليلة إطلاقا بل العلمانيين كل همهم إنه ما دايرين السودانيين ديل يبقوا مسلمين عديل كده وأديك الأدلة بالوثائق لأنه الكلام لما يكون بالوثائق أيها الطلبة الأفاضل بيكون حار جدا للعلمانيين ما بيقدر يناقشوا ومن المقام ده والمكان ده بنتحدى أي حزب وتنظيم لافي في البلد دي أو لافي في الجامعة دي أو في الداخلية دي أو في كل مكان يجي يناقشنا بعلم وبوثائق والله ما بيقدروا وقبل كده عملنا محاضرة كشف حقيقة قوى الحرية والتغيير هنا في قاعة الصداقة وجبت وثائق كثيرة جدا عرفتها واحد في هؤلاء الناس إلى اليوم ما قدر يرد على الوثائق والأدلة اللي جبناها ضد قوى الحرية والتغيير اللي هي أكبر تجمع للعلمانيين والشيوعيين والجمهوريين وهلم جرة لليلة ما في واحد فيهم قدر يرد ولليلة بنتحداهم يردوا على الكلام اللي بنقوله ده ما بيقدروا إنما هو كلام بتهرج ومرج وجوطة وغيره لكن كلام علمي ما بيقدر لأنه علمانيين بتاع البلد دي ذاتهم ما شادين حيلهم يهو المتحدث بلسانهم مثال يعني زي إسماعيل بوب مولانا بوب تخيل ده الآن
النجمي قال لك بتاع شنو؟ بتاع العلمانيين يعني. وجابوه يوم الليل اظنه جابوه قال يتكلم باسمهم، بالله ما بتخجلوا؟ ما دايرين خطاب الكلاهيه؟ كلاهيه اجيب كده عديل اول حاجه. اجيب عديل بعدين والله يكره كرايه بتاع شنو؟ اجيب عديل اول حاجه. مثال ده مثال. مثال ثاني يتحدث باسمهم العلمانيين وفرحانين مبسوطين ما بيخجلوا والله. جايبين قال اسماء محمود محمد طه. خابت الرجال حينما اطاعت امر النساء. جايبين دي قال تتكلم باسم قوى الحريه والتغيير والعلمانيين. شوف اسماء دي بتقول شنو؟ دي اسماء محمود محمد طه مثال بس. في جريده اخر لحظه صفحه 3 قالت وهي الامين العام للحزب الجمهوري المرأة العجوزة دي قالت نطالب بإلغاء قوانين الشريعة. على كيفي؟ انتوا ما قلتوا حرية. حرية دي ما تلغوا أي حاجة، كل زول بيدينه صح ولا ما صح؟ دي الحرية ولا ما هي؟ لكن مجرد ما تقول أنا ما داير الدين الفلاني ولابد دين الإسلام ده يلغوه وما داير إنه، أول حاجة أنت ما زول حرية كده يا جماعة بالراحة كده. أنت ما زول حرية، لانه لو انت ذو الحريه بتقول الاسلامي ده يكون شنو؟ اسلامي، والصوفي ده يكون صوفي، والجمهوري يكون جمهوري، والشيوعي يكون شيوعي، والدار ربي دقني ربي، والدار ربي ضنبي ربي، صحيح ولا ما صحيح؟ انا بكلمهم بكلامهم هم يا جماعه. دي الحريه والله انا بفهمها، المفروض العلمانيين يطبقوها كده، وهي برضه غلط ما صح. لكن الناس المتناقضين وكذابين لما نقول حرية المسلمين بيفهموا انه حرية كل زول يعمل شغلته دايره هو حر، لكن عند العلمانيين حرية ما معناها ما كده. عند العلمانيين الحرية انه ما دارين دين الاسلام. الدليل كلام اسماء محمود محمد طه اهو ده، ودي الوثيقة. اثنين، دليل رقم اثنين، ده واحد مجرم شيوعي كاتب اسمه مستر سعيد جادين وعنده صفحة مشهورة في وسائل التواصل. جايب صورة بتاعت عربية كروزر أظنها برادو. صاحب العربية كاتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو دي كاتبة ورا. وهو جايب صورة لا إله إلا الله محمد رسول الله، جايبها الشيوعي ده، وقال ديل تربية كيزان وهوس ديني. أسمع الكلام ده للنهاية. وهوس ديني، والمفروض بعد ده نتجاوز المفاهيم دي. ياتوا مفاهيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال المفروض نتجاوز المفاهيم دي. وحنك بيسحروها ومشي الطاني وسحر وعملوا له عمل وكجور والجهل والمنجك الفارغة دي. المفروض ناس المرور لو لقوا زول كاتب كلام فارغ زي ده يقطعوا إيصال طوالي. دي الحرية بتاعت قوى الحرية والتغيير والعلمانيين والشيوعيين. دي الحرية يا جماعة، دي الحرية. الحرية بتاعتهم إذا شنو يا جماعة؟ ما دايرين دين الإسلام وبنحاربوا بكل قوة. دي حرية العلمانيين. لابد الطلاب يفهموا الكلام ده، لأنه أنتوا كطلبة أنتوا إن شاء الله تعالى اللي بتقودوا المجتمع ده بعدين. فإذا فهمتوا إنه العلمانية الشعارات اللي بترفعها دي كلها كذب، كلها كذب. كان بيقولوا حرية سلام وعدالة، دي ما حرية ولا سلام ولا عدالة. كونك تقول ما دايرين إسلام وما دايرين لا إله إلا الله ولا دايرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل دي الحرية اللي بينادوا بها؟ وزول كاتبها في عربيته، ما كاتبها في قميصك يا علماني، كاتبة في عربيته. قال مفروض ناس المرور لو لقوا كاتب زي ده يقطعوا إيصال طوالي. لازم تفهم إنه العلمانيين أعداء دين الإسلام يا جماعة. والوهمة اللي بيفكوها العلمانيين إنه يقول لك لا والله نحن ما قصدنا الإسلام، لكن السودان بلد متعدد الديانات. كذب. السودان بعد ما تفصل الجنوب، الآن السودان الموجودة بعد ما فصلوه ده أكثر من 99% مسلمين، ونتحدى أي علماني يعمل معانا إحصائية.
أكثر من 99% مسلمين. لازم تعرف الكلام ده، مسلمين في الجملة مسلمين. حتى العلمانيين في الجامعات كم علماني يعني، كم؟ إذا الجامعة دي يقول مثلا نقول فيها 10,000، شفته 20 نفر علمانيين نجات كده كفار تب ما بتمرهم. والله أكلمك في واحدين معاهم ساجارين، دايرين بنات ودايرين يحطوا النبك ودايرين يقعدوا في النجايل، متابعين التنظيمات العلمانية دي فيه، وده ممكن يكونوا أكتر شوية. لكن أنا بتكلم عن علمانيين صحي زي ده زول ما داير الدين تب، كافر تب، ده البساط يا جماعة، بساط جدا. هم عارفين الكلام، هم ذاتهم حس في حزاب هنا ده علمانية حزب كامل بلا كوادر، والله بلا كوادر، بس تلقاهم موسخين الحيطة. الحزب الناصري الوحدوي العربي كم انتو؟ جيب ركشة والله ما يملوها، جيبوا. امسك الحزب بتاع المستغلين ده يا اخي، ده اسسوا ابو بكر ادم اسماعيل، مشى هو من جهه معينه بالسودان، مشى يخطب واحده من جهه معينه، ابوه قال له انت ما شنو ما بعرفوا الكلام بتاع الجاهليه ده والقبليه، رفضوا، زعل اخ الشاكوش في ام راسه، عمل حزب يا بتاع ناس ابراهيم الشيخ والدقير ونحن ولا بد في هذه البلاد. يا اخي انت قمت بشاكوش، عرفت ايه اللي بلاد يا بدات بلاد انتوا تعرفوا ليه يا تو بلادي؟ وخالد سلك وما سلك مقطع في راسك، جا هنا وقاعد يرد علينا نحن، قال نحن وبنقدر. تقدر شنو انت؟ انتوا كم ذاتكم يا اخي؟ الليله والله ما لقينا حزب في علمانيته دي، شد حيله ما في يا اخي. حتى الشبهات الرواد دي ما عندهم شبهات كده نجيضه. زمان نحن كمل في الجامعه دي لنا 17 سنة بنناقش و 20 سنة بنناقش العلمانين ديل، ديل كان بيقروا، ديل ما فاضيين من الخلط، عشان الواحد يفتح له كتاب يلقى له شبهة يجي يحارب بها الإسلام، ما في ذاته، بس كل اللي بيقولوا يقول لك أنتوا سلفيين بتاعين باسطة ولبن، خليناه بقينا ناكل مخبازة، في شنو يعني؟ ما بأي حاجة، ده ما شبهة ولا بيعدوا حاجة ذاته، والله بيها شبهات ذاته ما في، وينه هسع؟ هسا العلماني اللي خش الشهاب ده قبيل، وينو الكلام النجيض اللي قاله؟ ما صوب يمرق، لكن الكلام النجيض اللي قاله شنو؟ والله غير الهرج والمرج، عرفته؟ ما عندهم اي شيء ولا اي حاجه، يعني الزول فيه شغلته ما منجضه، صحيح ولا ما صحيح؟ يا اخي العلمانيين ده ما فاهمينهم، هم بيقول لك لا نحن لابد نخلي الاسلام زي كلام الزول ده عشان نتطور، يقول لك لانه الخواجات والامريكان وناس اوروبا خلوا الدين عشان كده مشوا قدام، لا لا لا، ما عشان خلوا الدين مشوا قدام، عرفته؟ الناس ممكن يكون جزء منهم استدراج من ربنا، وجزء منهم برضو اجتهدوا، نحن ربنا امرنا بالاجتهاد زي في الدين، امرنا بالاجتهاد في الدنيا ذاتها، ربنا قال فامشوا في مناكبها، اسعوا واخترعوا واصنعوا وتاجروا وبيعوا واشتروا. اتطوروا، الله قال كده، لكن نحن ما قدرنا نتطور، نحن الكسلانين يا جماعة. العلمانيين ما شالوا من الغرب ومن الكفار إلا قلة الأدب، والله واحدة سفيهة هنا شيوعية ودي كاتبة في الصفحة بتاعتها في التويتر في الحساب بتاعها، قالت أنا من حقي سودانية شيوعية أمارس الجنس مع الدائراو وبالشكل الدائراو، ده هو التطور عند هؤلاء. يعني البلد دي ناقصة إنه واحدة تزني عشان الدقيق يرخص وعشان البنزين يرقد وعشان الجازولين يرقد. أنا بسألكم بالله العلاقة شنو؟ يعني لما أنت تزني، عرفت كلامي؟ وتبيحوا تجيبوا اتفاق سيداو فيها اللواط، راجل يتزوج راجل، عرفت كلامي؟ شفت كيف؟ ومرة تتزوج مرة والمرة تطلقك، تجي داخل كده البيت ما جبت لها شبشب طلقان بالثلاثة ترجعك، عرفتها؟ طيب ده قول طبقنا، معلش يعني جبنا اتفاقية السيداو والراجل اتزوج الراجل زي ما دارينه العلمانيين الليلة وزي ما داروا الصادق المهدي، عرفت كلامي؟ أخلق الله خليك معي، ما تعمل أي شوشرة من برا، ما بزول يعمل شوشرة من برا، أي واحد داري ناقش يجي جوا هنا ده علماني شيوعي صوفي كوز يتنجم هنا ده الليلة إن شاء الله تعالى. أصو
جوطة برا دي ما بنشتغل بها ابدا. جوطة برا ما بنشتغل بها ابدا. خليك معي، حتى لو في واحد من اخواننا ذاته جاط من برا نحن بنثبته، خليه علماني ولا شيوعي ولا غيره. طيب، فالعلمانيين دل ما اخذوا من الغرب الا قلة الادب. طيب، الغرب دل يا جماعه اخترعوا اسلحه نوويه، اخترعوا طائرات، اخترعوا صواريخ، اخترعوا اشياء نحن جزء سمعنا به وجزء ما سمعنا به. انتوا علمانيين ما تشفوا من الغرب الاختراعات. ليله الليله ما في علماني سوداني صنع له سروال. ليه ما في؟ سبب شنو يعني؟ انا دراري بس السبب شنو؟ وروني الناس العاملين فيها. خلاص الواحد يعمل لك فيها ناجور ابن ناجوراء، عرفت كلامي؟ وعلماني خلاص ولو بيفكر، وعامل لك فيها ولا نقود ذاته. انت ليه ما اخترعت حاجه؟ الغرب ديل ناس منهم في الصناعه يعني بقوا نجاط وقروا ودرسوا علم الدنيا ده كملوا تشط واخترعوا. انتوا يا علمانيين ما اخترعتوا ولا شمعه ما اخترعتوها في البلد دي. ليه؟ السبب شنو؟ لانه انا اديك السبب، لانه العلمانيين حقيننا نحن اخذوا من الغرب قله الادب بس. قال لك من حقي امارس الجنس بالطريقه اللي انا عايزاها، ده هو شغل العلمانيين بس. جابوا من الغرب وما في حاجه اسمها جنس، ده اسمه زنا اسمه كده. ربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، ده اسمه كده. شميت لولو ساكت، لكن خلينا من الاسم. الناس دي اللي ما اخذوا من الغرب الاختراعات، ليه ما اخذوا التكنولوجيا يا جماعه؟ السبب شنو؟ لانه دي الناس هم ذاتهم ما فاهمين بيسووا في شنو. والله الى الليله ما مسكوا جماعه الخرطوم دي، قوى الحريه والتغيير دي ذاتها هي الاحزاب ذاتها هي مسكت اتحاد جامعه الخرطوم قبل سنوات هنا ده في البلد دي مسكتها. عملوا شنو؟ جاوا معرض بتاع خمره، انجازات اتحاد التحالف بقياده قال وائل طه بالجنبه ولا صلاح بالجنبه الثانيه، شيوعيين. احنا كنا قاعدين هنا، شفت كيف؟ الاختراع سووه التقدم للجامعه دي، عملوا معرض هنا في شارع المين، واحد سكر جبال شر زي الكلب في شارع المين، شيوعي. ده الانجاز العظيم للعلمانيين في البلد دي. يا ناس انا داير زير، داير ثلاجه كولر، اقل حاجه عملوها العلمانيين. هسه تحدي عديد يجي يقول لنا احنا والله من انجازاتنا للشعب السوداني اننا عملنا اقلش. لا عملوا لا بيعملوا يا ناس. ديل فهمهم كله، بس فهمهم كله من حقيقه الامارس الجنس بالطريقه اللي عايزاها. وذاك يجي كمان يتلولو، ذاك ابو ضفيرة ابو مضفر شعره، يجي يقول والله لابد من ايقاف خطاب الكلاهيه. خطاب الكلاهيه ده اللي احنا طبعا، عرفت كلامي؟ ده اللي احنا. وانت قبال قلت حريه، سلام وعداله، حريه دي معناته اي زول حر، مش قلت حريه؟ والله انا ننجمكم بالحريه دي ونكريكم الحريه دي، شفته؟ والايام دي ايام الشغل بالمناسبه بتاع الدعوه، والحشاش من اللي شبكته، ونحن مدورين. الليله دي قصينا الشريط، دي ضربه البدايه، عرفت كلامي؟ لافين في الجامعات دي والله شيوعي، محل ما تمشي تلقانا قاعدين. وما زي الكيزان المجار مديل بندقك، لكن بننجمك بالحجه بالكتاب والسنه، فهمت ولا ما فهمت؟ عرفته؟ تجي تقول ما داير لا اله الا الله محمد رسول الله، تلقانا والله في حلقه قاعدين، ايات واحاديث وحجج وكتبك دي كلها قريناها، كلها لينين وانجلس وكتاب مختارات لينين وضد دورينج والبيان الشيوعي كله قريناه، وكتب محمود محمد طه دليل السالك والرساله الثانيه للاسلام وغيره ورساله الصلاه وكتاب الاضحيه كله قريناه. بننجمك بكتابك تمشي وين؟ تقدر تقول كيزان نحن حتى انا معاهم قرط في البلد دي، عرفت كلامي؟ وانت ما قدرت عليهم، غلبناهم بالحجه وانت ما قدرت عليهم. انت شغال تكوري ساكت يا اخي. طيب، فرصه مفتوحه.